تولد الطفلة. ادفعي ادفعي. ألف دال فاء عين. أعطيني هاتين الكرتين. هذا ليس تجمعا للتشجيع. مبارك لك، إنها فتاة. أوه إنها جميلة. إن كان هذا رأيك. أمي؟ ماذا؟ واو، كان ذلك واقعيا جدا. سأعود إلى اللعب. هذه أفضل لعبة لعبتها بالتأكيد. هل أريد المتابعة؟ بالتأكيد. ناومي سأخرج. إليك طعامك. أوه حسنا يا أمي. تناولي طعامك كله. وداعا. وداعا يا أمي. هذه الألعاب مملة. ما الذي يمكنني اللعب به أيضا؟ أوه لعبة فقاعات. هل هذه مثلجات؟ مهلا، جهاز التحكم في التلفاز. هذا أفضل. سأخذ هذا. التلفاز أكثر متعة بالتأكيد. أتساءل ماذا يعرض علي؟ في المراب؟ كلا. أوه كان ذلك مخيفا. أليس من المفترض أن يكون هذا ممتعا؟ هل انتهى؟ حان وقت تغيير القناة. يبدو هذا أفضل. إنه مضحك. هل تشاهدين أيضا؟ بدأت أشعر بالجوع. ليس هذا جيدا. علي تناول الطعام. لنحصل على بعض الطعام. هذا طبق كبير من الخضروات ولا يبدو شهيا. أعتقد أنني لن آكله. أوه حلوى، هذه أفضل. الحلوى أم الخضروات؟ لا يوجد سوى خيار واحد. إنها تنجح. تذوقي بعض الحلوى. إنها أمي. ماذا سأفعل؟ هل أخبرها بالحقيقة؟ كلا. حقا تبقى شيء واحد. لقد عدت يا عزيزتي. ناومي انظروا إلى هذه الفوضى. توجد حلوى في كل مكان. ناومي ماذا حدث هنا؟ كان علي أن أعرف هذا. أنا مجرد شجرة عادية. الأشجار لا تتحدث. ما زلت هنا. ناومي؟ أوه مرحبا يا أمي. لدي أشياء رائعة. هيا. لا يريد أحد التسكع معي. أشعر بالملل جدا. من الأفضل أن أجد شيئا لفعله. حسنا، ما الاختيارات المتوفرة؟ يمكنني المذاكرة. أتظاهر بأنني نينجا أو أستخدم لابتوب أمي. لنذاكر قليلا. ربما سيفاجئني هذا. قد يكون هذا مسليا. كنت مخطئة. لا يمكنني فهم أي من هذا. ماذا؟ ماذا يعني ذلك؟ انتهيت من المذاكرة اليوم. يبدو أنني سأستخدم لابتوب أمي. تسمين ذلك جدار حماية؟ صعب الأمر حتى على الأقل. هذا سهل جدا. وها أنا سأخترق الحماية. لقد فتحت. أنا بارعة جدا. يمكنني جعل السماء تمطر حلوى. هل يوجد ما هو أفضل؟ ماذا؟ اعتقدت أن هذا سيكون أكثر مرحا. انتهيت من هذا. تبقى خيار واحد فحسب. أوه هذا مذهل. سأستمتع بهذا. خذ هذا وهذا. أوه مشاهدة التلفاز أكثر أمانا. هل أنت نشيطة؟ هل تودين التفوق وبلوغ العظمة؟ أجل، انضمي إذن إلى فريق مشجعات خاصتنا. كوني جزءا من فريقنا. أوه انطلق أيها الفريق. حان وقت فقراتي. أوه لست في لياقة بدنية كافية لهذا. مهلا، بالتالي. هو أجل، هذا صحيح. يسرني أنه لا يمكن لأحد رؤية هذا. هو أعتقد أنني بحاجة إلى مزيد من التدريب. مرحبا أيتها الطفلة. هو لا ينبغي أن تنضمي للفريق. ما مشكلتها؟ ابتعدي عن طريقي. لا يهم، وكأنني أهتم لكلامك. أنا لا أستسلم. ماذا؟ ما هذا؟ قائدة الفريق؟ هو فلتبدأ المنافسة. لا خوف ولا رحمة. أشعر بألم في عضلاتي. أنا لا أقهر في التشجيع. أنا في قمة لياقتي البدنية. لا يمكن لشيء إيقافي. هذه فرصتي، هذه لحظتي. را را. انطلق أيها الفريق.
انطلق أيها الفريق. كان كل هذا التدريب يستحق العناء. هل هذا كل ما لديها؟ شاهدوا هذه الحركات. هذا مأساوي جدا. حان وقت الحركة الختامية الكبيرة. هل تمازحني؟ هل يمكنها الطفو؟ ماذا حدث؟ أمي، هل يمكنك ألا تفعلي هذا؟ حسناً، لكنك لم تكنسي بالمكنسة، أليس كذلك؟ كلا، لقد أفسدت فقرتي. كنت أعلم ذلك. أجل، شاهدي هذا. ما رأيك في هذا؟ يا للهول، ماذا؟ لقد أحبوني. ماذا؟ هل أثار ذلك إعجابكم؟ لقد نجحت فعلاً. هذا ظالم جداً. هذا أروع شيء. هذا أسوأ شيء. أكره هذا، إنه كئيب جداً. ماذا؟ هل هذا عملي؟ انظروا إلي، كنت شابة وأتمتع بحيوية كبيرة. ماذا؟ أريد هذه التقارير على مكتبي في نهاية اليوم، وإلا بالطبع يا سيدي، سيستغرق هذا طوال اليوم. أين أخطأت؟ لقد خيبت أملك، أردت فعل أموراً كثيرة وتحقيق الكثير، لكن لم يتأخر الوقت بعد. يمكنني أن أكون تلك الفتاة المفعمة بالأمل. بدءاً من الآن سأعيش حياتي. هذا رائع، لكن عليك إكمال هذه التقارير أولاً. أعني ما قلت. أتعلم؟ أنا أستقيل. لكن التقارير، ماذا حدث للتو؟ مرحباً، أنا هنا لمقابلة العمل. لنلقي نظرة على سيرتك الذاتية. هذا غريب. ماذا تفعلين؟ ألا ترى هذا؟ ارحلي من هنا. آسفة بشأن هذا. حسناً، أريد حقاً نيل هذه الوظيفة. ماذا سأفعل؟ هذا صعب، لكن هذه لأجلك، أمل أن تعجبك. حسناً، أنا أتبع حمية غذائية. لن يشكرك محيط خاصري، لكنها تبدو شهية. لنرى مهاراتك. حسناً، ها أنا ذا. سأؤدي بعض تمارين التمدد أولاً. أمهلني لحظة. خذي وقتك. ها أنا ذا. كل شيء جيد حتى الآن. ما رأيك في بعض تمارين رفع الركبة؟ تبدين جيدة. رأيت ما يكفي، الوظيفة لك. يلا الهول، حقاً؟ لننطلق يا سيدتي. هكذا تماماً، أشعر بآلام العضلات. أجل، لما اشتركت في هذا؟ أحسنتما عملاً. شكراً، كان هذا صعباً. كنت مذهلة، أعلم ذلك. علينا التقاط صورة. هذه فكرة رائعة. أنتما متعرقتان جداً. هذا مقزز قليلاً. انظروا إلي، كنت سعيدة جداً. يا لها من ذكريات رائعة. واو يا جدتي، هل هذه أنت جميلة جداً وشابة. يوجد المزيد من الصور. انظري، هل كنت مشجعة؟ هل أنت بخير يا جدتي؟ سأحضر لك الماء. أنا بخير يا عزيزتي، لست شابة كما كنت. يثير هذا عواطفي. يا لها من ذكريات سعيدة. ماذا؟ ما هذا؟ ينفذ وقتي؟ هذا مستحيل. ماذا يحدث؟ مهلا، لقد عشت حياة مليئة بالحب والسعادة. هذا كل ما يمكنني أن أتمناه. هذا كل ما أحتاج إليه. أنا مستعدة. واو، كان هذا انفعاليا. لقد بدوت سعيدة جدا، وكان هذا واقعيا جدا. علي الاتصال بأمي. ماذا؟ يبدو أن نينا نامت جيدا. كل الأشياء الحلوة تصل إلى نهاية. ومن متحمس لليوم؟ الذي أفكر به، يجب أن أذهب لأقابل الفريق. سيكون يوما رائعا. سأفحص شكلي على السريع. يبدو شعري مذهلا. هذه أغنيتي المفضلة. من يستطيع مقاومة نغمة حلوة؟ هيا أيها الفريق، هيا.
التشجيع يجري في عروقي. حان وقت العودة للعمل. تبدو هذه الطاولة جيدة. حررنا الجرس. مستعدة؟ حسناً، لنبدأ. يا إلهي، تحب هاتان الفتاتان الرقص دائماً. مرحى. حسناً، لنبدأ. لقد تدربنا كثيراً، يمكننا فعلها. أوه، هذه السقطة قوية. لا أصدق أنك أوقعتني. تمزق بنطالي الجينز. المعذرة، حظنا أوفر. التالي. شكراً على إتاحة الفرصة لنا. ها، انظر إلى الشقة في بنطالها. فاشلان. هيا لنذهب. لا أصدق أن هذا حدث لنا. لقد عملنا بجد. لابد أن هناك طريقة لإصلاح بنطالك. انظري، قلم ثلاثي الأبعاد يمكنه مساعدتنا. أعطيني بنطالك الممزق وشاهدي ما سأفعل. سأبدأ الرسم بالقلم ثلاثي الأبعاد. سأوصل كل الخيوط بمركز الدائرة. هذا جيد. سأرسم الآن بضعة دوائر حول مركز الدائرة. سأجعل الدوائر التالية متعرجة حتى تبدو مثل شبكة عنكبوت بهذا الشكل. أترين؟ تحول من شق إلى تصميم رهيب. واو، أنت عبقري. هيا، يمكننا محاولة تكرار الرقصة. ألم يخلق هذان الاثنان قبل قليل؟ يبدو أن شق بنطالها قد اختفى. سنمنحهما فرصة ثانية. سنتقن الرقصة هذه المرة. رائع، لم أسقط هذه المرة. أحسنتما، هذا أفضل بكثير. 10 من 10. كنت أعلم أننا سنفوز. ما أجملهم، يبدون سعداء. هذا كل ما أريده. وعدت نفسي بأني لن أبكي. مرحبا عزيزتي، أحضرت لك بعض الهدايا. بعدها عني. أوه، فهمت. لابد أنه يمكنني فعل شيء. أنا ثري. يا للهول، هذا الجمهور غفير. لا مفر من الأمر. لم تعجبني من البداية، سيكون أداؤها سيئاً. هذه الإضاءة الساطعة. سأبدأ العرض. 1، 2، 1، 2، 3. كلا، أريد اليخت الذهبي والطائرة الحمراء. أي، ربما لم يروا ذلك. أذناي، هذا سيء للغاية. سأعاود الاتصال بك، إنها ما أبحث عنه. ربما يجدر بي تعلم القراءة على الطبول. توقف عن رمي الأشياء علي. يا للهول، يجب أن أنقذها. توقفوا، ألا ترون أن هذه المسكينة عانت بما يكفي؟ أنا وحيدة لدرجة أن كل ألماسات العالم لن تساعدني. ادخلي، لا بأس، لا تخافي. هذا هو منزلنا. انظري عزيزتي، هذه ابنتنا. مروى. أحتاج إلى مساعدة هنا. هذا أفضل. الذهبي لون فاخر، سيبرز ثراءك. واو، أبدو مثل أميرة. تبدين رائعة. اكتملت عائلتنا. من الرائع أن أتنشق الهواء المنعش. هذا رائع. أجري فحص سونار هنا. واو، لا يوجد زبائن كثر اليوم. مرحبا، هل يمكنني رؤية طفلي؟ أجل، لكن هذا ليس مجانيا، بل سيكلفك. هل ترين؟ اقرأي اللافتة. أو حسناً، سأعثر على بعض الطعام. آه، سلة قمامة. هذا مثالي. لابد من وجود شيء هنا. دعوني ألقي نظرة. يمكنني استخدام هذه الشمعة والإناء. سأعد وجبة لذيذة سريعاً. سيكون من العار أن أضيع قشرة الموز هذا. تبدو جافة قليلاً. سأضيف قليلاً من الماء. ما التالي؟ آه، بعض أوراق الأشجار المقرمشة. الآن سأضع هذه النكهات تندمج. رائحتها لذيذة، مثل ما اعتادت أمي أن تعدها تماماً. إنها جاهزة. أوه، رائحتها رائعة. لا يسعني الانتظار لأتذوقها. يا للروعة، هذا ما احتجت إليه تماماً. حسناً، تعالي إلى هنا. دعينا نرى ذلك الصغير. سأنصت إليه سريعاً. حسناً، لم يفعل ذلك شيئاً. هذا طفل خجول. يوهو، هل من أحد بالداخل؟ يفلح هذا عادةً.
يبدو أننا سنحتاج إلى استخدام الطريقة الحديثة. كلا، لن يفلح ذلك. أها، هذا ما أحتاج إليه. بيب بيب، هل تعرفين ما تفعلينه؟ ألست من محبي السيارات؟ جيكو، كان علي أن أدرك أن هذه فكرة سيئة. يبدو أن هذا قد نجح. ستكون لدي صورة السونار بعد قليل. أمهليني قليلاً، ما زلت أعتاد هذه التكنولوجيا. أمل ألا ينفذ مني الحبر. كادت أن تصبح جاهزة. ها هي فتاتك الصغيرة، يمكنني رؤية الشبه العائلي بينكما. واو، إنها مذهلة. شكراً، سأضع هذه الصورة في إطار. عميلة مسرورة أخرى. ما زلت لا أصدق أن المستشفى قد طردني. يبدو هذا لذيذاً جداً. أوه، رائحتها شهية. أتساءل عن طعمها. هذا لذيذ جدا. علي الحصول على المزيد من هذا. مريضة، تفضلي بالدخول. مرحبا أيها الطبيب، لا يسعني أن أصدق أنني سأرادت لي. هذا مشوق جدا. استلقي فحسب واتخذي وضعا مريحا. أوه، هذا بطن كبير. حسنا، سأضع بعض الجل. ربما يكون باردا. مهلا، إنه فارغ. ماذا يمكنني أن أستخدم الآن؟ على اللحظة. إنها نايمة، لدي فكرة. يمكنني استخدام هذه الحلوى، لن تعرف الفارق. ما أسوأ ما قد يحدث. حسناً، سيفي ذلك بالغرض. لنلقي نظرة على الطفل. هذا جيد حتى الآن. يبدو كل شيء مثالياً. إنه طفل معافى سعيد. ها؟ ماذا؟ ما تلك الرائحة؟ هل تصدر من الجل؟ رائحته مذهلة. واو، هذا جيد. لا يسعني أن أصدق أنني كنت متوترة. أنا سعيد من نتائج كلها. أعتقد أننا انتهينا. لننظفك. سيكون هذا البطن المنتفخ لامعاً. يمكنك تغطيته الآن. دعيني أساعدك. أوه، كنت أنسى. لدي صورة طفلك هنا. إنه... كلا، لا أريد أن أراه. أريد أن تكون مفاجأة. حقاً، حسناً. أريد أن يكون هذا مميزاً. هل تعتقد أن بإمكانك فعل ذلك؟ سأجعل هذا يستحق مجهودك. بالتأكيد، لم لا؟ ثقي بي، أنا طبيب. لحسن الحظ أنني أحمل معي بالونات. علي شراء منفاخ بالونات. ما رأيك بهذا؟ إنه فاخر، ها؟ يستحق هذا المال بالتأكيد. أوه، هذا ما أردته. شكراً، أنت الأفضل. ها أنا ذا. إنه صبي، هذا مذهل. شكراً جزيلاً لك أيها الطبيب. كان هذا أفضل يوم في حياتي. أنت عطوف جداً. أوه، أحب هذا الجزء من عملي. تبدو تلك جيدة هناك. يا للهول، أذلك غبار؟ كادت تلك أن تكون كارثة. حسناً، أعتقد أن كل شيء جاهز. مهلاً، ما تلك الرائحة؟ أود تهيئة الجو ليكون مناسباً. هذا أفضل. والآن سننتظر. أوه، رائحة فمي كريهة. أحتاج إلى بعض العلكة. كان من الممكن أن يصبح ذلك محرجاً. حسناً، لنفعل هذا. تفضلي بالدخول. مرحباً أيها الطبيب، أنا مساعدة لإجراء فحص السونار. تبدين متألقة يا ناومي. هذا من أجلك، تعرفين أنني أحب الذهب. حسناً، دعينا نلقي نظرة. ممتاز، تعجبني النتائج التي أراها. هذا يدغدغ. لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. هل تودين تناول بعض الفاكهة بينما تنتظرين؟ لقد انتقيتها بنفسي. كلا، شكراً. أجري فحص السونار فحسب، اتفقنا؟ بالتأكيد، سأحضر الصورة لك. سأعود بعد قليل. أوه، هذا ساخن. يا للأشياء التي أفعلها من أجل مرضاي. لابد من وجود طريقة أسهل. هل أنت مستعدة لرؤية طفلك؟ تدا! بالتأكيد لن تكون ذهبية هكذا. واو، هذا رائع. لقد ورثت أنفي. هل يمكنك أن تلتقط لنا صورة؟ أوه، هذا جميل. احرص على التقاط صورة جانبي الأفضل. أحب شعرك أكثر. عزيزتي، انظري ماذا أحضرت لك. أقلام تحديد جديدة لك وحدك. مرحة، شكرا أمي. أحب أقلام التحديد. لون أنا أخضر.
سأبدأ بهذا أولاً. أنا بارعة جداً في الرسم، يجب أن أفوز بجائزة. سأستخدم كل الألوان الآن. أوه، إنها مثل قوس قزح. أحب قوس قزح. مرحة أزرق، ويمكنني تهجئة اسمي بالأحمر. أوه، لماذا يوجد أغطية كثيرة؟ لا أريدها. لا لا لا، سأنزع كل الأغطية. لماذا لا يعمل هذا القلم؟ أمي أمي أمي، انظري، أقلام التحديد لا تعمل، أصلحيها. ماذا؟ لكنها جديدة تماماً، لقد اشتريتها للتو. دعيني أرى ماذا يحدث مع أقلام التحديد هذا؟ حسناً، تعالي معي، سأرى ما يمكنني فعله. انظري، هل ترين؟ كل الأقلام لا تعمل. أوه، فهمت، لقد أزلت كل الأغطية. من دون وضع الأغطية على الأقلام، أصبحت كلها جافة. تحتاجين إلى وضع الأغطية حين لا تستخدمين القلم. أوه، حسناً، سأضع الأغطية. لنرى أين الأغطية الأخرى؟ إيفا، أين وضعتها؟ ها هو واحد، وجدت واحداً آخر أيضاً. إنها في كل مكان، كيف يمكن لفتاة واحدة صغيرة أن تسبب كل هذه الفوضى؟ ليت كان هناك طريقة لجعلها أكثر تنظيماً. هو شريط اللاصق، هذا يعطيني فكرة رائعة. سأبدأ بقطعة جيدة من الشريط اللاصق، ثم سأحتاج إلى أقلام التحديد بالطابعة. سأصفها على الشريط اللاصق، والآن يمكنني طي بقية الشريط عليها. سينجح هذا تماماً. حسناً يا عزيزتي، انظري إلى هذا، والآن لن تفقدي الأغطية مجدداً أبداً. حسناً، تفضلي. مرحة، انظري، أقلام التحديد تعمل مجدداً. لقد رسمت زهرة أرجوانية وقلباً أخضر. أوه، أنت فنانة صغيرة جداً. يا للروعة، لم أعرف ذلك. ليس بهذه السرعة يا ديفيد. وي، هذا ممل، إنها بطيئة جداً. أوه، يبدو ذلك ممتعاً، سيكون هذا رائعاً. أوه، أعتقد أنها معطلة. حسناً، أعرف ما سأفعل. ماذا يفعل الآن؟ أجل، لدي صديق. لننطلق، أسرع. أوهو، لابد أن هناك شيئاً ممتعاً هنا. يا للروعة، انظروا إلى ذلك. أين ذهب ديفيد؟ مرحباً يا باتي، انزل، أنا فوق الشجرة. انزل حالاً. أوه، هذا ليس عادلاً. كان ذلك وشيكاً؟ هذا الكتاب مثير للغاية. يا للهول، سأذهب للسباحة. ماذا يرتدي؟ سيكون هذا مدهشاً. يبدو سخيفاً جداً. راقبي هذا يا باتي، سأقفز. ها أنا، قذيفة المدفع. توقف مكانك، دعني أتحقق من الماء أولاً. أوه، الجو بارد جداً، لن تسبح اليوم. أوه، بربك، لن أنهي هذا الكتاب أبداً. أنا غاضب جداً الآن. هذا لطيف. دعوني أرى هنا، أين أضع هذا؟ أوه، يا للهول، انظروا إلى هذه السكاكين، لا يمكنني تركها هكذا. ماذا إن دخلت ملكي الصغير إلى هنا؟ قد تؤذي نفسها بهذه الأدوات المطبخية. أوه، كلا كلا كلا، لا يمكنني تركها هكذا إطلاقاً. علي وضع هذه الأدوات بعيداً وتأمينها في مكان لن تعرفه. أوه، هذا أفضل كثيراً. حسناً، سأجمع بعض ألعابها. مهلاً اللحظة، زاوية هذه الطاولة حادة جداً، إنها تكاد تكون أسوأ من تلك السكاكين، يمكنها الاصطدام بها مباشرةً. أوه كلا، ليس ركبتيها الصغيرتين الغاليتين؟ لا أود أن تبكيها هذه الطاولة. أوه يا للهول، أوه كلا كلا، مستحيل، لن أحظى بآلة موت في منزلي. ها نحن ذا، الوسادات آمنة ومحكمة على الزوايا. إنها ليست حادة الآن، ستكون آمنة بالتأكيد. لا يمكنني نسيان غلق الباب. مهلا، المقابس، المقابس في المنزل. كلا، ماذا تفعل؟ ستؤذي نفسها. كلا كلا كلا، ليس طفلتي. توقفي فورا، لا تضعي شيئا أبدا في مقبس. أوه، انظري إلى نفسك، مظهرك في فوضى عارمة. هيا لنحاول تنظيفك. أوه، ماذا سأفعل معك؟ مهلا اللحظة، غطاء هذه المناديل المبللة قد يكون حلا لها. أجل، إنهما متناسبان بالتأكيد. سأحتاج إلى إطفاء بعض التعديلات، يمكنني نزع الغطاء مباشرة.
ولصقه على المقبس، والآن أصبح غطاءً للحائط. ينبغي أن يبقي أصابعها المتطفلة بعيداً عن المقبس. حسناً، كوني فتاة صالحة عندما تكون أمك في الخارج. ما للحظة، آلة الكي، لن أتمكن من ترك المنزل أبداً. هوشكت على إنهاء إعداد الكعكة، كل ما بقي هو حلوى سبرينكلز. تبدو لذيذة. لا يمكن أن أدع أمي تعرف أنني هنا. ستكون هذه الكعكة ملكاً لي. لا يسعني الانتظار لتذوقها، لكن علي الانتظار حتى الغد. حان وقت النوم. هل ذهبت؟ الطريق خالي. علمت أن الأمر سيستحق الاختباء لخمس ساعات. حان وقت تناول الكعك. هاو، انظروا إليها. أعتقد أنني واقعة في حبها. إنها متألقة. علي أن أبدي القليل من ضبط النفس. سأجرب قطعة صغيرة. هاو، أمي خبازة رائعة. الفوضى على وشك أنت عم. إنها لذيذة جداً. أنت لي. سأستمتع بهذا. ها هي دي. كان ذلك مذهلاً. ولست نادمة على قضمة واحدة. أوه، آخر قطعة. ها، لقد نمت جيداً. هيبا، هل تلك كعكتي؟ ها؟ الأمر ليس كما يبدو. علي الذهاب. لا أصدق ذلك. يحدث هذا كل مرة. أهلاً، هل ذلك عنكبوت؟ لكن هذا يمنحني فكرة. سأضع هذا الإناء الذي يحوي الحلوى اللذيذة في الثلاجة. هل قال أحد حلوى؟ أوه، علي الحصول عليها. آمل ألا يأكلها أحد. أنا هي فرصتي. لن تعرف أمي أبداً أنني الفاعلة. سيكون هذا رائعاً. ماذا؟ أنا أكب؟ إنها في كل مكان. علمت أن ذلك سينجح. نسيت أمر العناكب. سيعلمك هذا درساً يا إيفا. أنا بحاجة إلى قص شعري. أمي، لقد تمت. واو، حلوة. إنه فارغ. أريد قضاء وقت ممتع. واو، يمكنني إخراج لساني أيضاً. انظر. أعتقد أنه غير مناسب. ما هذا؟ يبدو مثيراً. واو، ماذا يوجد بداخلي يا ترى؟ انظروا لهذا. سأضعها كلها. سأضع واحدة هنا. رائع، إنها كالوشوم. أبدو بمظهر رائع. إلى أين ذهب؟ ليام. أنا قادم يا أمي. ما رأيك؟ ماذا فعلت؟ لا يمكنك الخروج بهذا الشكل. يجب أن ننزع كل هذه الضمادات. لا، هذا مؤلم. عد إلى هنا، ليس لدينا الوقت لهذا. ابتعدي، لقد كبرت على هذا. تعال إلى هنا يا ليام حالا. لا يمكنك إجباري. اجلس وأعطني ذراعك. أعتقد أنني أعرف كيف سأحل هذا دون أن تشعر بأي ألم. سأغمس عودا قطنيا في الفازلين ثم أربط به على الضمادة. والآن يمكنني نزعها بسهولة. هكذا، لم يكن مؤلما، أليس كذلك؟ أين ذهبت؟ والآن سأنزع البقية. يمكنني الآن رؤية وجهك الجميل. حسناً، هيا بنا. نسيت إزالة واحدة. هذا سر بيننا. الحياة قصيرة، لذا استغلوها دائماً. هل قد تلعبون لعبة على نظارة الواقع الافتراضي تجعلكم ترون المستقبل؟ أخبرونا في التعليقات. تذكروا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة مثل هذا الفيديو.